التحليل هي الكلمة المناسبة كمان عشان نوصف فيها خبر محاولة الخطف اللي تعرضت لها هيفا وهبي في باريس في الويكند. الخبر نشرته هيفا بنفسها على سناب شات وأعلنت أنها في مركز الشرطة بعد ما حاول سائق تاكسي خطفها من المطار وهي في طريقها للأوتيل. إيتي بالعربي يدخل في عمق القضية. بهالبوست على سناب شات خبرت هيفا وهبي جمهورها عن تعرضها لعملية خطف خلال خروجها من مطار شارل دو غول في باريس وبأنها موجودة بمركز الشرطة. وبعد 10 ساعات تقريبا رجعت نزلت بوست بتطمن متابعينها انها بأمان بعد ساعات من التحقيق مع الشرطة، وحذرت الكل من خطورة الوضع في باريس وعن وجود لصوص بيترصدوا العالم لسرقتهم وخطفهم وبأنها كانت محظوظة انها نجت منها بدهاء. إيتي بالعربي تعمق بالموضوع اكثر ليعرف تفاصيل هالحادث، ومعلوماتنا الأولية بتأكد أنه ما تم تقديم أي بلاغ رسمي من قبل نجمة أو شخصية معروفة عن حدوث سرقة أو خطف، وأنه ما في أي طلب رسمي بهالخصوص باسم هيفا وهبي. هالمعلومات بتأكد النظرية اللي انحكت في الكواليس وقالت أنه هيفا فبركت الموضوع بحثاً عن البروباغندا وتشبهاً بقصة كيم كارداشيان في باريس، وهالفرضية بتقويها التحليلات. أولاً المعروف عن هيفا أنها مثلها مثل باقي النجمات بيسافروا على الدرجة الأولى وبيحصلوا على خدمات VIP. فهل معقول انها تاخد تاكسي عادي من المطار وما يكون في سيارة خاصة من الاوتيل اللي نازلة فيه بانتظارها، او على الاقل تاكسي VIP؟ ثانيا لماذا اكتفت بنشر سنابس بدون فيديوهات؟ فالطبيعي انه لما الوحدة تكون مخطوفة توثق الوقائع بطريقة ذكية ليتم محاسبة المجرمين. ثالثا هل معقول انه هالحادثة ما لفتت نظر الصحافة الفرنسية، خاصة بما انه الموضوع بيتعلق بنجمة بحجم هيفا وهبي بتتردد بشكل مستمر على باريس للنقاهة والعمل وأحيانا لحضور أسابيع الموضة اللي بتصورها أهم محطات الفاشن، تماما مثل ما حدث مع أحلام وقت حادثة السرقة في الصيف الماضي واللي نشرته أكثر من صحيفة فرنسية. طبعا احنا حاولنا نتواصل مع هيفا وناخد ردها ونعرف منها تفاصيل اكتر، لكنها ما ردتش، وحتى القريبين منها اللي هم منهم اختها هنا سالناها عن الموضوع وقالت ان هي ما عندهاش اي فكره عن الموضوع ده.